أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة المدى، ونقرأ منها تقريرا بعنوان أهم معالم بغداد الأثرية، يصلها شفل فك الاختناقات المرورية. وتنقل الصحيفة عن المواطن جابر خضير أحد ذوي المتوفين خلال حديث للمدى إن الحكومة لم تحدد مكانا بديلا لنقل رفات المتوفين إليه، ويضيف أن مشاريع فك الاختناقات المرورية بلا أي تخطيط ولا تراعي مشاعر الناس. ويقول الباحث في شؤون التاريخ جلجامش نبيل في حديث للمدى إن المقابر في المدن لا تمثل شأنا خاصا بمن لديه أقارب مدفونين في هذه المقبرة أو تلك، بل هي هوية المدينة وتاريخها وإثبات هوية ساكنها. نتابع. إنذار إزالة مقبرة معروف الكرخي الأثرية بدعوى مد جسر في اعتداء صارخ ضد تاريخ مدينة بغداد وهوية سكانها، ويجب احترام التراث ومنع الاعتداء على التاريخ في العراق، والحفاظ على التفاصيل القديمة من بيوت ودروب ضيقة وأحياء وأسوار وبوابات. يشار إلى أن وزارة الإعمار والإسكان منحت موعداً أقصاه 15 من شهر كانون الأول عام 2023 لذوي بعض المتوفين الذين تقع قبورهم ضمن مساحة تبلغ 20 متراً كتوسعة تحتاجها الشركة المنفذة لمشروع مجسر الطلائع وربطه بطريق البيجية لنقل جثمان ورفات المتوفين. ويذكر أن مقبرة الشيخ معروف الكرخي تضم قبورا تعود إلى عام 200 هجري، بالإضافة إلى قبور عائلات حكمت العراق خلال القرون الثلاثة الأخيرة. حول الوجود الأمريكي في العراق، كتب مازن صاحب مقالا في صحيفة كتابات جاء فيه: أتوقف كثيرا أمام بيانات وتصريحات من شخصيات سياسية وممن يطلقون على أنفسهم نخبا ومحللين أمنيين في وجهات نظرهم عن العلاقات بين أحزابهم والولايات المتحدة. مصدر استغرابي استخدامهم التضليل العميق في فبركة نظام التجهيل للرأي العام الجمعي، لا سيما جمهورهم الانتخابي، وكأن أصحاب هذه المواقف والتصريحات لا يعرفون أن زلماي خليل زادة السفيرة المكلفة بالتنسيق مع أحزاب المعارضة العراقية، وهي ذات الأحزاب التي سميت قياداتها لعضوية مجلس الحكم في عهد الحاكم المدني بول بريمر، قد وقعت على وثيقة مؤتمر لندن والموافقة على الاحتلال الأمريكي الصهيوني للعراق كأول أنموذج من نوعه للتطبيع مع إسرائيل. نتابع. يكثر الصخب السياسي عن إخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما واقع الحال أن الحكومات العراقية التي وقعت الاتفاق الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية قد وافقت على وجود قوات لها صفة دولية، ناهيك عن الطلب الرسمي العراقي المتكرر سنويا بالإبقاء على قوات أمريكية بعنوان مستشارين. كيف يمكن أن تتضارب الأهواء السياسية ما بين حكومة تقرر الإبقاء على قوات صديقة ومجموعات مسلحة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة تعمل على مهاجمتها؟ شخصياً أعتبر العراق وطناً محتلاً ما دامت وقائع النظام السياسي قائمة على الولاء للأجنبي، سواء أمريكي صهيوني. وإلى صحيفة طريق الشعب ومقال للكاتب محمد عبد الرحمن بعنوان ظاهرة الفساد في انحسار أم في تفاقم. أشار القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة إلى حجم الأموال التي تمثل تضخما في أموال المسؤولين، مبينا أن الملفات ذات العلاقة أحيلت إلى القضاء وأن الأموال تجاوزت 266 مليار دولار. ويبقى التساؤل الكبير قائما: هل إن هذه الإجراءات المتخذة حدت أو ينتظر أن تحد من آفة الفساد التي يعني بقاؤها المزيد من هدر المال العام وضياع فرص التنمية وتحقيق العدالة؟ وكم كانت هذه الخطوات جدية على طريق تفكيك منظومة الفساد المتعشقة
مع متنفذين. نتابع. هل فعلا يجري التعامل مع جميع الملفات كبيرها وصغيرها؟ وهل دفع التحقيق في ملفات الفساد إلى نهايته المرجوة بالكشف عن الحيتان وعدم الاكتفاء بأسماك الزور؟ نعم، اتخذت وتتخذ إجراءات، لكنها كما يقول متابعون ومتخصصون لا تمس إلا قمة جبل الجليد، ناهيك عن عدم تعاملها مع أسباب الظاهرة والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تتفاقم، وأن الفساد غدا منظومة يحميها من له مصلحة فيها. ويشير متابعون إلى أن الظاهرة تأخذ أشكالاً عدة، وأنها راهناً لم تعد محصورة بالرشا والكوميشنات وبرواتب الفضائيين وعمولات التعيين في مؤسسات الدولة وشراء المناصب، فهذا كله لم يعد وحده يكون أشكال تمظهر الفساد، حيث برز بوضوح في الفترة الأخيرة ما هو جديد، ومنه نذكر الاستثمار والمضاربة في العقار، وكان هذا من الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الأراضي ودور السكن وحتى الإيجارات، المضاربة في أسعار صرف الدينار مقابل الدولار وحتى تهريب الأخير، وأحياناً يحصل هذا بشكل قانوني كما يذكر متخصصون، الاستحواذ على أراضٍ واسعة تعود إلى الدولة، الاستغلال والتوظيف السياسيين لأموال الرعاية الاجتماعية. إلى صحيفة العربية الجديد ونقرأ منها مقالا للكاتب عبد اللطيف السعدون يقول فيه: لو أن بابلو بيكاسو بقي حيا إلى زماننا لاكتشف أن ما فعله القصف الألماني في مدينة جرنيكا الإسبانية التي وثقه في لوحته الشهيرة لا يداني ما فعله العسكر الصهاينة في قطاع غزة الذي يئن من وقع الكارثة الإنسانية التي تعرض لها، إذ وصل تعداد الضحايا إلى أرقام مهولة. ويضيف الكاتب: وكان سلاح الطيران الألماني المساند للفاشية في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية في منتصف الثلاثينيات قد استهدف المدينة التي تعتبر المعقل الرئيس لحركة المقاومة الجمهورية في إقليم الباسك، وأودت الضربات بحياة أكثر من 1660 شخصا ما بين قتيل وجريح، كما دمرت 3/4 المدينة التي لم تعد صالحة للسكن أو العمل، فيما كانت حصيلة الحرب الوحشية التي شنتها إسرائيل على غزة حتى الساعة استشهاد نحو 17,000 شخص. ويتساءل الكاتب: أين ما يسمى محور المقاومة من هذه الجرائم؟ نتابع. أسقطت حرب غزة الرهان على محور الممانعة الذي صدع رؤوسنا بشعارات المقاومة والتحرير ووحدة الساحات، فعندما ضربت غزة بثلاثة أضعاف قنبلتي هيروشيما وناكازاكي واحترقت واستشهد آلاف الأطفال والنساء والرجال ودمرت مئات المساكن والمدارس والمستشفيات وامتلأت الشاشات بالدم، نكص الممانعون عن وعودهم بذريعة عدم توسيع الحرب باستثناء مناوشات صغيرة افتعلتها ميليشيات تابعة لذر الرماد في العيون. وعندما حدث الهجوم البري واشتد أوار الحرب واتسعت واستشهد آلاف آخرون ودمرت مبان أخرى، ظل الممانعون متمسكين بفضيلة الانتظار، انتظار محو غزة وإبادة أهلها. ومع ذلك تلقت طهران التي وثقت هدنتها مع الشيطان الأكبر بدبلوماسية ناعمة، تلقت كلمات الشكر والعرفان من قادة حماس على ما لم تقم به، وربما لهم العذر في تقديم الشكر ونحن نلوم. اجتاح الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي بما يقرب من 40,000 عنصر من القوات المقاتلة التي سحقت المنطقة من خلال واحدة من أعنف حملات القصف في التاريخ، ما يقرب من 2 مليون شخص هجروا من ديارهم، فيما استشهد ما يزيد على 17,000 مدني، إذ قصف الاحتلال المستشفيات وسيارات الإسعاف حتى ودمر ما يقرب من نصف مباني شمال غزة وقطع المياه بشكل كامل تقريبا ومنع الغذاء والكهرباء عن سكان غزة. كيفما نظرت إلى الأمر فإن هذه الحملة
تعتبر إجراء عقابيا جماعيا ضخما يمارس ضد المدنيين بحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز. نتابع. حتى الآن وبينما تندفع قوات الاحتلال الإسرائيلية عميقا داخل جنوب غزة، ما زالت الغاية الحقيقية من الفعل الإسرائيلي غير واضحة على الإطلاق، على الرغم من أن القادة الإسرائيليين يزعمون أنهم يستهدفون حماس وحدها، إلا أن انعدام التمييز كما هو ثابت بالأدلة الدامغة يثير أسئلة حقيقية حول ما الذي تسعى لتحقيقه الحكومة في واقع الأمر. وأردف: هل شغف الاحتلال الإسرائيلي بتحطيم غزة ناجم عن نفس حالة اندفاع الكفاءة التي أفضت إلى الإخفاق الهائل من قبل جيش الاحتلال في التصدي لهجوم حماس؟ وتابعت الصحيفة بأنه أياً كانت الغاية النهائية منه، يثير هذا التدمير الجماعي من قبل إسرائيل لغزة إشكالات أخلاقية عميقة. ولكن حتى لو حكمنا على الأمر فقط من ناحية استراتيجية، فإن من المحتم أن تنتهي مقاربة تل أبيب إلى الفشل، وهي بالفعل تفشل حاليا، فلم يقنع العقاب الجماعي الذي ينزله الاحتلال بحق المدنيين سكان غزة بالتوقف عن تأييد حماس، بل على العكس من ذلك، كل ما فعله هو أنه رفع من مستوى الامتعاض والسخط بين الفلسطينيين. نتابع الآن الرسوم الكاريكاتورية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من المفضل، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أظهرت الحرب ملامح الإنسانية التي افتقدها العالم بأكمله. أطفال غزة لم ينسوا الحيوانات التي تعرضت هي الأخرى لتدمير منازلها وفقدان من كان يرعاها. تقول صحيفة العربي الجديد في تقريرها: كان على العالم أن يتعلم من أطفال غزة الرحمة والإنسانية. وتضيف الصحيفة: مؤلمة هي مشاهد الأطفال الجرحى في قطاع غزة، يوميا يحمل كثيرون إلى ما تبقى من مستشفيات ولا يجدون أسرة، يعالج البعض على الأرض أو خارج المستشفى، يبكون ويصرخون ويتألمون ويودعون أهلهم ويصبرون أنفسهم بأن أهلهم شهداء، ويأملون أن يعودوا إلى بيوتهم وألعابهم وكتبهم وأصدقائهم أو من بقي منهم على قيد الحياة. لم يعيشوا طفولة عادية ولم يتابعوا طفولة عادية. حين تنتهي الحرب لن يكون سهلا تجاوز هول المشاهد والخسارات، وعلى الرغم من كل القسوة ما زالوا قادرين على الابتسامة.
والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الله يعني قيض لي أن أكون رحال جي على الأرض هذه، والسفر يعني هو حياة، هو الحياة بالنسبة لي. الأسفار منذ أن بدأت في عام 1992 إلى اليوم، هناك محطات، يعني المحطات هذه هي عبارة عن يعني 5-6 رحلات، كل رحلة تأخذ من 6-8 شهور إلى سنة ونصف. طبعا محطات يعني وتنقلات في آسيا وفي أفريقيا وأيضا الوطن العربي. استخدمت يعني وسيلة الجمل. لماذا واستخدمت وسيلة الجمل؟ لأن الجمل هو حيوان عاش مع الإنسان أو صديق الإنسان العربي. حبيت أن أنا أعيش لحظات لم يعيشها غيري، وأردت أن أعيش الحياة أو التجربة التي عاشوها من سببوني في الرحلات في القرون الماضية. والحمد لله كانت رغم الصعوبات، رغم المشاكل التي واجهتني، إلا أن الرحلات بحد ذاتها هي تعتبر إنجازات، والإنجازات هذه هي كل ما حققت إنجاز، كل ما فتحت لي الطريق من أجل أن أحقق إنجاز آخر. طبعا الجمال يعني يحمل الحاسة السادسة، كان ينقذنا من الموت وينقذنا من القطع الطرق ومن مثلا الأماكن الخطرة، فكان لأنه عنده تنبؤ واستشعار في الخطر وفي الأشياء التي ممكن تحصل. طبعا في هناك صعوبات، والصعوبات كثيرة، وهناك مواقف طريفة، وهناك مواقف يعني قد ربما مع الأمراض ووصلتني إلى في أحد الأيام إلى الموت يعني. ولكن الحمد لله بالإيمان والصبر والتحمل والإرادة والإيمان. عندما يمتلك هذا الإنسان لابد أن يحقق الإنسان هذا كل غاية. وعندما أخلص كل رحلة لابد أن أنسي كل تلك المتاعب، وأن أستعيد أنفاسي وأن أشعر بأنني حققت إنجاز، سواء كان على المستوى العربي أو المستوى الدولي. والحمد لله يعني أنجزت 4 أرقام. أول من عبر القارة الأفريقية، وكما ذكرت أنه 43,000 كيلو متر، هذا رقم استطعت أن أحصل على أول عربي على مستوى العالم في جمعيات الرحالة العالمية. رحلتنا القادمة هي المحاضرات والندوات وتأسيس تعليم الأطفال عن الرحلات، وكيف يعتمد الأبناء على أنفسهم، وكيف يخرجوا من المواقف الصعبة التي تواجههم، سواء كانت في حياتهم العملية أو غيرها. طبعا لدي رحلة قادمة إن شاء الله، وهي عبارة عن رحلة من اليمن إلى الصين. طبعا هذه كلها 3 مراحل، كل مرحلة تأخذ يعني مثلا 8 شهور في فصل الصيف والربيع، وفي الشتاء لا تتوقف تلك الرحلات. طبعا عرفتني فيها، طبعا وهذا مخطط ولا زال عبارة عن مشروع، يعني بنحاول ان احنا نحققه. لي وخطط له في حدود 3 سنوات، وبصحبة 5 رحالة يمنيين ان شاء الله. وإن شاء الله من أراد من الأخوة الأشقاء العرب أو غيرهم أن ينضم إلى هذه القافلة، هذه الرحلة تنطلق من اليمن إن شاء الله في بداية 2024. نأمل أن تتحقق هذه الخطوات، وأن نحصل على دعم إن شاء الله، على أساس أن إحنا نكمل الإنجاز هذا أو نحققه يعني إن شاء الله. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.